السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ اتمنى انكم تكونوا دايما بخير وبصحة وبسعادة. في فيديو النهاردة هتكلم معاكم عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر من اهم الاحاديث النبوية اللي لازم نعرفها في حياتنا. في الفيديوهات عندي دايما بنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ابليس واعوانه، من الانس والجن، وأولهم من الإنس هو الدجال. مين هو الدجال؟ طبعا متأكد ان يعني اغلبكم يعرف الدجال، يعني انا متأكد من كده، لكن محتاج منكم انكم تسمعوا الفيديو ده بعناية، لان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي للحديث هنا هي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وارضاها، ودي من اوائل الصحابيات مع النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام سمعت نداء المنادي، اللي هو مين كان المنادي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. المهم انها قالت سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور الرجال، يعني كانت وراء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أول صف في النساء. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم. إذن تميم الداري ده كان إيه؟ كان نصراني، يعني يتبع المسيحية، يتبع الدين سيدنا عيسى عليه السلام. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بيكمل ويقول حدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، يعني اللي حديث يتوافق مع الأحاديث أو الكلام اللي أنا بكلمه لكم عن مين؟ عن المسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام. لخم وجذام دول كان قبيلتين، خلاص، قبيلتين في جزيرة العرب، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، يعني أرفأوا يعني وقفوا، فجلسوا في أقارب السفينة. أقارب السفينة اللي هي القوارب الصغيرة، عارفين القوارب بتاعت النجاة اللي هي بتبقى موجودة في السفن الكبيرة. المهم ان هم جلسوا في الأقرب دي، الأقرب دي جمع قارب صغير يعني. بعد كده دخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، كائن مش معروف هل هو حيوان ولا شيطان ولا جن ولا إنس ولا أيا كان، ما مش مفهوم، مش عارفين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيكمل ويقول لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، يعني مش عارفين من كثافة الشعر على جسم الدابة دي، مش عارفين وشها من ظهرها، مش عارفين. فقالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، يعني منتظركم على أحر من الجمر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيكمل ويقول عن تميم الداري انه لما سمت لنا رجلا، يعني لما قالت ان في رجل في الدير فرقنا منها، يعني هربنا منها ان تكون شيطانا. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فاذا فيه اعظم انسان رايناه قط خلقا واشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه، يعني كده خلاص، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري، يعني عرفت أنا فين وأنا مين، فاخبروني ما أنتم؟ قالوا نحن أناس من العرب
ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر، حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ قالت لنا أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ فقلنا له نعم. قال أما إنه يوشك أن لا يثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. فقلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف سلطا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. فقالت فاطمة بنت قيس اللي بتروي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طعن بمخصرته في المنبر، يعني كده عارفين أنتوا هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة 3 مرات، يعني هذه المدينة هذه المدينة هذه المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ يعني مش أنا كلمتكم عن الموضوع ده قبل كده؟ فقال الناس نعم يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أعجبني حديث تميم، فإنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هو؟ وأومأ بيده إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصدر صحيح مسلم، حديث صحيح. طيب إيه بقى؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لينا إن من علامات الساعة الكبرى هو خروج الدجال، وفي علامات وفي دلائل بتدل على قرب خروج الدجال، وإن الدجال ده يا شباب أعظم فتنة خلقها الله تبارك وتعالى على وجه الأرض من خلق سيدنا آدم، من خلق سيدنا آدم حتى تقوم الساعة. دي أعظم فتنة، وهو إنسان بشري، خلي بالكم هو إنسان، هو مش شيطان ولا جن ولا، لا هو إنسان، وليه أقاويل كتير إن هو يعني تزاوج إبليس مع إحدى النساء الإنس فأنجبوا هذا الدجال، ومنهم بيقولوا ده خلق من الله تبارك وتعالى ومن المنظرين، هو منظر فعلا، هو حي، هو موجود، بدليل إن تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل شافوا هو والتلاتين رجل معاه اللي كانوا معاه، فهم شافوه رؤية العين. إذن هل دلوقتي ممكن يكون في ناس وصلوله؟ التكنولوجيا اللي احنا فيها دلوقتي والتقدم العلمي الاي اي اللي احنا فيه النهاردة ده مصيبة من مصايب الزمن. النهاردة الهيلوجرام، الهيلوجرام ده احياء الموتى، هو ده احنا مش بنشوفه رأي العين. الروبوتات اللي احنا بنشوفها النهاردة واللي بتكون حاملة
ذكريات وحملة جينات وحملة أفكار لأشخاص معينة بينا كانوا عايشين، فبدأوا إن هم يعملوا روبورتات بالإحداثيات الجينية والحاجات اللي هي خاصة بالإنسان النهاردة. فإذا أنت هتفضل مخلد، يعني روبوت يحمل ذكرياتك ويحمل أفكارك ويحمل حياتك ويحمل أسماء أولادك وأسماء الناس اللي أنت كنت بتعمل معاهم وي وي وي. فإذا أنت النهاردة هي أحياء الموتى، موتى شبه موت من عقود من الزمان كتيرة جدا، والنهاردة بنشوفهم أحياء. دي كلها علامات وكلها حاجات خاصة بالدجال نفسه، ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم ان هو ربنا سبحانه وتعالى هيكون مديله قدرات عظيمه، هيكون في ايده جنه ونار. تخيلوا، هيكون في ايده جنه ونار، ربنا مديله الامكانيات دي ومسخر له الامور دي كلها. خلاص، طبعا النار بتاعته جنه وجنته نار، يعني اللي هيتبعه ويدخل الجنه بتاعته ده في نار جهنم حقيقه، بقى هيكون خلاص ده في نار جهنم، واللي مش هيؤمن بيه ويدخل النار بتاعته ده دخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من فتنة المسيح والدجال. لذلك احنا في التشهد الأخير من الأدعية اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعيها في التشهد الأخير من الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح والدجال وفتنة المحيا والممات. المحيا والممات اللي هم يأجوج ومأجوج، ودول هنتكلم عنهم في فيديو تاني بإذن الله تبارك وتعالى. اللي مقصود هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر الصحابة بحديث التميم الداري ان هو فعلا شاف الدجال، وان هو موجود على جزيرة مش معروف ان هي موجودة فين بالضبط، لان هي دي من الغيبيات. لذلك الموج لعب بيهم وتحس انهم دخلوا في دوامة زي ما احنا بنشوف في الافلام، ففي الاخر وصلوا للجزيرة ديت بتقدير الله تبارك وتعالى علشان يروحوا ويبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلوا الاسلام، علشان بس انه كان بيسمعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الدجال. فتميم الداري راح للنبي صلى الله عليه وسلم، بايع يعني امن بالنبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ودخل الاسلام بناء على الاحاديث اللي كان بيسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. باذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين ان الدجال من علامات الساعة الكبرى، ودي يعتبر اول علامة من علامات الساعة الكبرى اللي هو خروج الدجال. طيب هيخرج امتى؟ ده في علم الغيب، ولكن في اربع اسئلة الدجال سألهم لتميم الداري والتلاتين رجل اللي كانوا معه. اول سؤال كان عن نخل بيسان، ونخل بيسان ده في قرية ما بين الاردن وما بين فلسطين، وسألهم هل ما زال يثمر؟ فقالوا له اه. عايز افاجئكم واقول لكم ان نخل بيسان من سنة 1965 توقف الاثمار فيه، ما عادش بيطلع تمر. فاذا دي اول علامة تحققت، من علامات خروج الدجال. ندخل على تاني علامة، سألهم عن بحيرة طبرية. الدجال سألهم وقال لهم هل فيها ماء؟ فقالوا له اه هي كثيرة الماء، موجود فيها مية وكتير. قال لهم الدجال ان ماءها يوشك ان يذهب. في فرق ما بين يذهب ويجف، يجف يعني تمام الجفاف، يعني خلاص ما عادش هيكون في نقطة مية. يعني خروج الدجال ملوش علاقة بالجفاف، يعني لا، ده ليه علاقة بانخفاض المنسوب بتاع المية. طيب الكلام ده حدث؟ حدث. دي علامة من العلامات التانية اللي ظهرت. تالت علامة بتكلم عن عين زغر، يعني دي علامة بس ملهاش منسوب معين، هم ردوا عليه ساعتها أو وقتها لما سألهم عن عين زغر، وعين زغر دي بلدة بالشام، فسألوه عن أي شيء تستفهم يعني انت محتاج منها ايه. قال لهم العين بتاعت ماء زغر دي، هل العين دي أهل القرية بيستخدموها أو العين دي فيها مية أو كده؟ فقالوا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها بس. لكن هما قال لهمش بقى إيه، طب الماء دي هتروح ولا مش هتروح زي مثلا بحيرة طبرية. يبقى إذن ندخل بقى على إيه، على رابع علامة وأهم علامة ورابع سؤال سأله الدجال لتميم الداري رضي الله عنه وأرضاه والتلاتين رجل اللي معه. سألهم عن نبي الأميين. الأميين هنا يقصد بهم العرب، نبي العرب يعني، خلاص، لأن العرب زمان كانوا بيسموا بالأميين لأن الغالب من العرب كان ما بيعرفش يكتب ولا يقرأ يعني أو يحسب. هنا سألهم وقال لهم ماذا فعل العرب به، يعني بعد ما بعث وربنا أنزل عليه الرسالة عملوا معي. نعم، قد خرج من مكة ونزل
بإيه؟ بيثرب، يثرب اللي هي المدينة، يعني هاجر من مكة إلى المدينة. سألهم سؤال تاني، هل قتلوه؟ فقالوا له آه قتلوه، وقالوا له إن الله نصره عليهم وعلى من يقربه من العرب. خلي بالكم تميم الدري طبعا مؤمن بالله، لأن هو متبع دين سيدنا عيسى عليه السلام، فهو مؤمن أصلا، يعني هو من الناس المؤمنين، والتلاتين رجل اللي معه أكيد كان منهم مؤمنين بمين؟ برب سيدنا عيسى، الله تبارك وتعالى، خلاص وحده لا شريك له. فإذا هنا ردوا عليه وقالوا له آه، والله نصره عليهم وأطاعوه. فقال الرجل اللي هو بقى مين؟ المسيح الدجال. فهنا بشهادة الدجال بقى نفسه رد عليهم وقال لهم لتميم الداري وأصحابه، أما إن ذلك خير لهم أن يتبعوه، يعني الخير ليهم إنهم يتبعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فاز بالجنان، بالجنان، جنات عرضها السماوات والأرض، سبحان الله بحمد، اللي هيتبع دين النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. ومن عصاه ها فإن له الإيه؟ خلاص خسر، خسر دنيا وآخرة، خسر الجنان دي، خسر خلاص، هيدخل النار. لأن المفروض من تمام الإيمان إن احنا نؤمن بجميع الأنبياء من أول سيدنا آدم حتى النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا الدجال نفسه اللي بيقول لهم كده، علشان كده تميم الداري أول ما رجع على طول راح للنبي صلى الله عليه وسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول. ليه؟ لأنه شاف يعني آية عظيمة، شاف معجزة، شاف معجزة من المعجزات اللي حتحدث في آخر الزمان كمان، يعني علامة من علامات الساعة. لما قال لهم إني أنا المسيح، أي الدجال الذي سيخرج آخر الزمان، وهنا سمى نفسه مسيحا لأنه هيكون ممسوح العين، يعني هيكون عين كده، ليه عين كده ممسوحة؟ عين واحدة بس، وعينه التانية هتكون ممسوحة، ممسوحة يعني مقفولة، تمام، مطموسة خلاص. فهو أعور، الدجال أعور، ولما يطلع آخر الزمان هيقول أنا ربكم، هيروح للناس ويقولهم أنا ربكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وصانا إن ربكم ليس بأعور، يا ربنا سبحانه وتعالى أكيد مش أعور يعني، سبحانه وتعالى حبيبي يا رب، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضو من ضمن الحاجات اللي بيحذرنا منها إن هو إيه؟ أعور خلاص. والمؤمن، المؤمن، الإنسان المؤمن اللي بيآمن بالإسلام ومسلم هيشوف ما بين عينيه كده وعلى جبينه كلمة كافر، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا، إن الإنسان المؤمن هيشوف إن هو إيه مكتوب كلمة كافر بين على جبينه، بين إيه؟ بين عينيه، العين الممسوحة والعين اللي هي العادية، وأفحج الوجه يعني دماغه كبيرة كده، ويعني المهم خلقه كده أنت هتعرفه أن ده الدجال، وهيكون معاه فتن عظيمة، يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتخرج نباتها. يا راجل ده هياخدك ووالدك ووالدتك اللي متوفين مثلا من 10 15 20 30 40 50 سنة، وهيقولك تعالى لو أنا أحيت لك باباك ومامتك أو أخوك أو أختك أو ابنك، حد عز عليك قوي، ويقولك لو أنا أحييتهم ليك وشققت القبر كده قدام عينك وأحييتهم، هتؤمن بيه؟ فهتقول له طب يلا ماشي نشوف. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا أصلا إن إحنا لو سمعنا عنه أصلا في مكان نهرب من هذا المكان، نهرب من وجهش الدجال، لأن هو فتنته عظيمة. المهم ففي ناس هيحصل لهم كده، والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى الحفظ والسلامة لينا ولأهلنا وليكم ولكل من نحبه في الله تبارك وتعالى ولكل المسلمين. المهم هياخدك كده او هياخدك يروح على قبر الحد العزيز عليك، ده باباك مامتك، وفعلا يشق القبر وباباك او مامتك هتظهر ليك وتقول لك هذا ربك امن به، يعني مش مثلا هم يعني هتشوفهم بس وتاخدهم بالاحضان واشواق بقى انت، يعني باباك او مامتك او حد عزيز عليك، لا ده انت هتاخدهم بالحضن، وبعد ما تاخدهم بالحضن كمان هيقولوا لك ان ده ربك فامن به. هنا تعرف ان دول شياطين تمثلوا في صورة مين؟ ها هو ده احياء الموتى. وكده لازم نعرف ان هو فتنة عظيمة جدا، علشان ان هو فتنة عظيمة كده وربنا مدير له القطرات دي كلها، رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لنا لو احنا سمعنا عنه ان هو موجود في مكان في قرية او بلدة نهرب من هذه القرية او البلدة وما نواجهش الدجال. طيب اذا احنا واجهناه وقدر لينا ان هو يقف قدامي كده ويتكلم معايا، اقرأ فواتح سورة الكهف،
اللي هم أول 10-15 آية من سورة الكهف. مجرد ما تقرأ الآيات دي هتلاقيه هو يجري منك، يولي منك، زي ما احنا بنقول أعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم، تلاقي الشيطان يهرب من المكان أو يهرب من أفكارك أو يهرب من جسمك. المهم إن احنا نحفظ فواتح سورة الكهف. خلاص، سورة الكهف لها علاقة بالدجال وليها علاقة بيأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج احنا بنقرأها علشان السد او الردم اللي ردموا ذو القرنين على يأجوج ومأجوج بقراءتنا احنا لسورة الكهف. سبحان الله، ربنا بيعيد بناء هذا الردم تاني بعد ما هما بيحفروه، فاحنا من قراءتنا لسورة الكهف كل جمعة، فسبحان الله بيعاد الردم ده الى حالته الطبيعية تاني. تمام، فالحديث ده انا حبيت ان انا اطلع اتكلم معاكم فيه، ده ما يخوفناش، احنا نحمد ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بينا ان خلى النبي صلى الله عليه وسلم والهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى انما هو وحي يوحى، ان هو يكلمنا عن المسيح الدجال علشان نقدر نستعد. احنا نقدر نستعد، بس نستعد ونسيب الباقي على الله تبارك وتعالى. ناخذ بالاسباب، ناخذ بالاسباب اللي هي ايه. لو احنا سمعنا عن المسيح الدجال خرج وظهر في مكان، ما نروحش المكان ده، ما نواجههوش. طيب الله تبارك وتعالى، يعني نسال الله سبحانه وتعالى لا يقدر ذلك، لكن قدر الله تبارك وتعالى وشاء، لازم ان احنا نكون حافظين فواتح سورة الكهف علشان نقراها عليه اول ما احنا نشوفه. وانا بحبكم في الله تبارك وتعالى جميعا، وإن شاء الله إن شاء الله أشوفكم دايما على خير. في الفيديو القادم في سلسلة آخر الزمان هنتكلم عن مين؟ أيوة، يأجوج ومأجوج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين من فتن آخر الزمان. آمين يا رب العالمين. أشوفكم على خير.